قرار رئيس الجمهورية بتسبيق أو إعلان انتخابات رئاسية مسبقة شيء طبيعي جدا، ما يخول له الدستور وفق المادة 91 البند 11 الذي ينص على إمكانية الرئيس يعني تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، شيء عادي جدا جدا. وأظن أنه هذا التسبيق هو تنظيمي وتقني بحت، ليس له دوافع أو مؤثرات إقليمية أو دولية خارجية. وهذا القرار يعتبر قرار صائب، لأنه لو عدنا إلى 2019 إجراء انتخابات 2019 كانت يعني قد تمددت بأكثر من 6 أشهر، تأخرت ب6 أشهر، يعني العودة ب3 أشهر هذا محاولة من الرئيس من أجل العودة إلى مسار رزنامة استحقاق الرئاسي الطبيعي في الجزائر. يعني هو أخذ قرار أنه ينقص 3 أشهر من عهدته، فهذا يعني لا يزيد ولا ينقص من عهدته التي تمتد ل5 سنوات. زيد على ذلك أنه الآن فيه وقت حسب التشكيلات السياسية والشخصيات السياسية أنهم يحضروا أنفسهم من ناحية اللوجستية، من ناحية التنظيمية، من أجل الدخول إلى هذه الاستحقاقات الرئاسية. وأدعو من هذا المنبر من لاباتري نيوز أن تدخل الأحزاب السياسية وتشارك في هذا الاستحقاق، من أجل أن نعطي درس لعدة يعني جهات تحاول أن تشكك في المسار الديمقراطي في الجزائر.